السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالفندق هذا الجديد الذي تم إنشاؤه في بلدية بير مراد رايس، هذه مؤخرا وتم تدشينه من طرف وزير السياحة هذه حوالي أسبوعين. وهذا الفندق نشاهد هنا التصميم دياله الرائع اللي فيه 8 طبقات، واللي يعزز أكيد القدرات الفندقية في ولاية الجزائر العاصمة، اللي عرفت يعني خلال العامين الأخيرين تدشين ما لا يقل عن 25 فندق خلال عامين. إذن هذه هي، وإن شاء الله يكون فيها يعني فنادق جديدة في كل ولاية الوطن إن شاء الله. نخليكم تتابعوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.